من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا سنتحدث هذه الليلة إن شاء الله تعالى في كلمة مختصرة وليست محاضرة كما ذكر الأخ، لأننا نعتقد بوجوب طاعة ولي الأمر، والمأذون لنا فيه في مثل هذا هو كلمة، وإلا فالأمر يحتاج إلى إذن. ولذا فتطبيقا لمعتقدنا نرى أنه لا بد أن يطاع ولي الأمر فيما يأمر به ما لم يكن معصية، وتنظيم مثل هذه الأمور أمر فيه خير كثير للأمة. فأقول مستعينا بالله عز وجل سائلا التوفيق، إنه لا شك أن الإنسان يولد وقد حدد عمره، فأجله محدود لا بد أن يستوفيه بدون زيادة أو نقصان. ولذا كان لليوم في حياة الإنسان أهمية عظمى، لأنه جزء من عمره، فكل يوم يمر على الإنسان هو نقص من عمره، كل يوم يمر عليك يا عبد الله هو زيادة في العدد في عمرك ونقص في الحقيقة. ولذا يقول بعضهم عجبت للإنسان كيف يضحك لمرور الأيام، وكل يوم يمر يهدم شهره، وكل شهر يمر يهدم سنته، وكل سنة تمر تهدم عمره، كما قال القائل إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فاليوم الذي يمر في حياة الإنسان هو جزء من عمره ويقربه إلى أجله خطوة، ولهذا كان للوقت أهمية عظمى، ولأهمية الوقت ولعظمه أقسم الله عز وجل به في مواطن كثيرة، والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى، وهكذا في آيات كثيرة يقسم الله عز وجل بالوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مخون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والمراد بالفراغ الوقت. هذا الأمر يا إخوة أمر عظيم، ولأهمية الوقت ولعظم شأنه عرف السلف الصالح رضوان الله عز وجل ليومهم قدره، فأعطوه حقه وعملوا فيه بأعمال عظيمة لا تكاد ترى أحدا يستطيع أن يعملها. هذا اليوم كان يقول الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فكانوا حريصين على اليوم، حريصين على أن لا يفوتهم شيء من يومهم، ولهذا كانت أيامهم معمورة بالأعمال عمارة حقيقية. فكان في سيرهم أمر عجيب، إذا تصفحت يا أخي سير السلف الصالح ونأخذ مثلا بكتاب سير أعلام النبلاء ستجد أمرا عجيبا. والله إني أتتبع أحيانا أعمال بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، فأقول سبحان الله كيف يستطيعون أن يقوموا بهذه الأعمال في اليوم فقط، ولكن الله عز وجل علم منهم إخلاصهم فبارك لهم في أوقاتهم، فكانت أيامهم أيام خير وعمل صالح. عرف السلف لليوم قدر
فأعطوه حقه. فكان مجمل عملهم أنهم يضيئون النهار بالعمل الذي يكون في النهار، فيبدأون يومهم بصلاة الفجر مع الجماعة، ثم يطلبون العلم، حتى أن الإمام أحمد يذكر أنه عندما كان في صغره كان يخرج إلى المسجد في الظلمات من أجل الاستعداد لحلقة العلم، حتى أن أمه كانت تأخذ بثوبه وتقول له بعد أي لا زال الوقت مبكرا، وهو حريص على أن يخرج لطلب العلم. فكانوا حريصين على استغلال أوقاتهم، وكانوا يعمرون نهارهم بصالح العمل طلب للعلم. حتى قال قائلهم: كل يوم تظهر شمسه لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل، لا بورك لي في شمس ذلك اليوم. طلب علم وذكر لله عز وجل وصلاة في أوقاتها وتنفل في غير الأوقات، حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات وتحرص على المداومة على ذلك، حتى قالت: لو نشرني أبواي ما تركتهما. رواه مالك وصحح الشيخ الألباني حفظه الله إسناده. فكان النهار معمورا بالعمل الصالح، فإذا جاء الليل حرصوا على عدم النوم قبل العشاء وعلى عدم الحديث بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم بعد العشاء لا يتحدثون إلا فيما فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين، كعلم يتدارس أو تداول مصالح المسلمين، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر كما ثبت في صحيح البخاري وبوب عليه. فكانوا كما قلنا لا يتحدثون إلا فيما فيه مصلحة ظاهرة، لا يثمرون في الأمور المباحة، ولا يثمرون في الحديث الذي لا تكون مصلحة المسلمين فيه ظاهرة، بل كانوا يجنون إلى المنام فينامون ما شاء الله لهم أن يناموا، ثم يتحينون الساعات الفاضلة لقيام الليل، وكانوا حريصين على ذلك، وكانوا يتحينون وقت النزول الإلهي، ويتحينون الفرصة العظيمة عندما ينادي الله عز وجل عباده: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهنا كانوا يقومون الليل في العبادة، فكانت أعمالهم في عبادة في ليلهم ونهارهم. بل ها أيها الأخوة، كان أحدهم يحتسب المباحات لله عز وجل، فما كانت المباحات تمر عليهم كما تمر علينا اليوم، بل كما قال: إني لأحتسب النومة أنامها وأحتسب اللقمة آكلها. يحتسبها لله عز وجل، يحتسب بالنوم وبالطعام التقوي على طاعة الله عز وجل. هكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم مع يومهم، لأنهم عرفوا قدر ذلك اليوم. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لأنفسنا في هذا الشأن. أنا وأنت وكل إخواننا عندما نتدبر في أنفسنا مع أيامنا في هذا الوقت نجد خللا عجيبا وتقصيرا عظيما. أمثلنا تجد أنه قد حافظ على الواجبات وقد لا يكون قد حافظ عليها على الصورة التي تنبغي. فينبغي أن ننتبه يا إخوة، لأن هذا الأمر أمر من أعمارنا، وبه نقرب إلى آجالنا. يجب أن نهتم بأوقاتنا وأن نعطيها حقها،
وأن نصرفها في عبادة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأوجدنا وربانا بنعمه. لماذا؟ لأمر واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لم يطلب الله عز وجل منك أن ترزقه، بل هو سبحانه يرزقك، ولم يطلب منك أن تطعمه، بل هو سبحانه يطعمك. إذن يجب أن نستغل أيامنا في طاعة الله عز وجل وفي العبادة، وأن نحرص على ذلك تمام الحرص. إخواني، أوقاتنا لا تخلو من ثلاثة أمور: إما وقت تعمل فيه حسنة فتكون لك يوم القيامة، أو وقت تعمل فيه سيئة فتكون عليك يوم القيامة، أو وقت لا حسنة فيه ولا سيئة، وهذا الوقت هو الذي يندم عليه الناس يوم القيامة. يندم الإنسان أنه لم يقم فيه بحسنة. ولذلك ينبغي أن نجعل الموازين في حياتنا حسنات، نحرص على الحسنات بطلب العلم، نعم بطلب العلم والحرص عليه، لأن طلب العلم من أعظم النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. بطلب العلم، بالمحافظة على الواجبات التي أمرنا الله عز وجل بها محافظة حقيقية في الظاهر والباطن، كما يريد الله عز وجل، بإخلاص ومتابعة، بالإكثار من ذكر الله عز وجل، بالإكثار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا إخواني أحبتي في الله، أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أنه ينبغي على المسلم أن يأخذ من كل شيء بقدره، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، وإنما يأخذ الإنسان القدر الذي يكفي. ولأضرب على ذلك مثالا، مثلا قد يستدعي المقام من الإنسان أن يتكلم في أمر من الأمور هو طارئ على أصل الدين، أو يتكلم في شخص معين وجاز له ذلك للمصلحة. هنا ينبغي أن يعرف لهذا الشيء قدره، وأن لا يطغى هذا الشيء الطارئ على الأصل الذي هو طلب العلم والمحافظة على أصل الدين. فلا نقول بنقص ولا نقول بزيادة، بل نعرف القدر. أقول هذا لماذا؟ ولنكن على مصارحة فيما بيننا، لأني أجد في أنفسنا خللا في أمر من الأمور. بعض طلبة العلم منا يطغى عليهم أمر حتى يطغى على الأصل، فتجد أن بعضا منا لا يحفظ من كتاب الله عز وجل إلا أقل مما يحفظه العوام، ولا يحفظ من السنة إلا النزر اليسير، وينشغل بأمر طارئ حتى يزيد عن قدر الحاجة. وانتبهوا يا أخوة، الاشتغال بالأمر الطارئ مثل الدواء، تركه ضرر والمبالغة فيه ضرر. ينشغل الإنسان بما ينفع ويزيل الداء، ثم يعود إلى الأصل ويتمسك بالأصل ويحرص عليه ويجتهد في ذلك. ينبغي يا إخوة أن يكون عندنا فقه لهذا، وأن لا يستجرين الشيطان ليخرجنا عن المقصد الصحيح إلى أن يضيعنا من أصول ينبغي أن نتمسك بها. ينبغي أن نجتهد في حفظ كتاب الله وفي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معرفة أصول العقيدة الصحيحة، حتى يكون لدى الإنسان زاد. ينبغي علينا أن نهتم بهذا وأن نجتهد فيه وأن نحرص عليه. كذلك ينبغي علينا
أن نهتم بأن نحقق الالتزام الصحيح. ليس الالتزام مقصورا على أن أذهب مع الشباب وأن أعود مع الشباب، ليس الالتزام مقصورا على أن أتكلم في أمر ما دون غيره. الالتزام تحقيق لمعتقد في القلب حتى يوقر في قلب الإنسان، وتطبيق عملي لهذا، وحرص على الجماعة، وسعي في التمسك بهذا. يا إخواني، أنا ألاحظ في نفسي وفي إخواني أن ننساق إلى خلل في التمسك وقد لا نشعر به، وتنسل الأمور من بين أيدينا سلا عجيبا. ولو وقف كل واحد منا مع نفسه فنظر في حاله قبل عام وحاله اليوم لوجد خللا. ولذا يجب أن ننتبه وأن نقف وأن نحرص على كل خير بمقداره، وأن نعرف للأصل أصله، وأن نعرف للطارئ طروه، وأن نعرف لكل شيء قدره. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون، فكانوا حربا على المبتدعة وحربا على كل أمر مبتدع، لا يسمحون له بالنمو ولا يسمحون له بالتغلغل في نفوس الناس، ولكن مع ذلك لا يطغى ذلك على الأصل عندهم، بل هم أيضا متمسكون بتعلم الأصل وببيانه وبالحرص عليه. ولذلك ينبغي أن نكون على نهج سلفنا الصالح رضوان الله عز وجل عليه. ينبغي أن نجعل نهارنا في عبادة وفي طلب العلم، وأن نجعل ليلنا في خير، فلا نتحدث بعد العشاء إلا في أمر فيه مصلحة ظاهرة. وأما الأمور المباحة والحديث في أمور قد تجعل الإنسان يسهر ثم لا يستطيع أن يقوم الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، فينبغي أن نكرهه، وينبغي أن نحرص على تركه وإن دعتنا أنفسنا وعاداتنا إلى التمسك به. ينبغي أن نتخلص من هذا الأمر وأن نجتهد في قيام الليل، أن نجتهد في قيام الليل بالصلاة والذكر والتسبيح، لأن في ذلك زادا عظيما جدا للإنسان في يومه. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا، وأعود وأقول ينبغي أن نأخذ من كل شيء بقدره، وأيضا ما جاد لنا للمصلحة يجب أن نتقيد فيه بالمصلحة. حيث وجدت المصلحة بعد، وحيث فقدت المصلحة ترك، حتى لا يقود إلى ما لا يحمد عقباه في عمل الإنسان. إذا جاد لك شيء لمصلحة شرعية ووجدت المصلحة فافعل، لكن التزم بمقدار المصلحة، بحيث أنها إذا فقدت المصلحة قف، لأن الأمر قد ينقلب وبالا عليك، أعني قد ينقلب سوءا يحتسب عليك. مثلا قد يجوز الحديث في شخص معين لمصلحة شرعية، وهذا أمر مسلم به مقطوع به، ولكن يجب أن يكون الحديث لأني أجد في نفسي وأجد في بعض إخواني أن أحيانا نتجاوز الحد في أمر فتضيع علينا الأوقات. تجد أني وأخي نلتقي فتحدث في موضوع حتى نشبعه اليوم،
ثم نلتقي أنا وإياه غدا فنتحدث في نفس الموضوع حتى يضيع علينا الوقت من غير فائدة متجددة وتنبهها. نعم، قد ترى في أخيك ضعفا فتكرر عليه الأمر للمصلحة، هنا قامت المصلحة. ولكن إذا كان الحال ظاهرا فإنه ينبغي أن يتقيد في الأمر عن المصلحة. لماذا؟ لأن الأوقات نفيسة، فينبغي أن نعمرها بالخير وأن نجعلها في خير حتى نلقى الله عز وجل على خير، فإن المسيرة إلى الله عز وجل. الحديث ذو شجون والمسائل متعددة، ولكن كما قلت في بداية الكلام إني سألتزم في أن تكون كلمة، لأن معتقدنا كما ذكرت آنفا يوجب علينا ذلك، لأنه لا يسمح لنا إلا بمثل الكلمة، أما المحاضرة فلا بد لها من إذن، هكذا أمر ولي الأمر، فيجب علينا تنفيذا لمعتقدنا أن نفعل هذا. ولذلك سأكتفي بهذا عن الكلام، وإن كان هناك مطارحات ومناقشات نستفيد منها إن شاء الله تعالى فنستفيد بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة يعني هذا الموضوع متشعب ويحتاج إلى وقت طويل، ولعلنا نسعى إن شاء الله تعالى في أخذ إذن بمحاضرة فيه حتى نستطيع أن نوفيه حقه إن شاء الله تعالى على وفق ما يرضي الله عز وجل. ولكني حريص جدا على أمر عظيم، وهو أن نهتم بأن تكون دقائق أيامنا فيما يرضي الله عز وجل، وأن تكون أيامنا طاعة لله عز وجل، إما بعبادة في ذاتها أو بمباح فيه مجال للاحتساب، طلب الرزق، النفقة على الأبناء، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في كي امرأتك، هذه المباحات التي فيها المجال للاحتساب نفعلها ونحتسب فيها حتى تكون لنا إن شاء الله تعالى. وأدابه. وأقول إنني إن شاء الله أعتزم أن ألقي محاضرة في الجامعة عن هذا الموضوع وعما ينبغي أن يفعله طالب العلم في زماننا هذا، لأن هذا الأمر في ظني وحسب ما أعرفه فيه خلل عند كثير من طلبة العلم، فنجد إفراطا وتفريطا في كثير من الأمور، فلا بد من العودة إلى القواعد الشرعية وإلى النصوص الصحيحة حتى نعرف كيف يتعامل طالب العلم مع طلب العلم ومع أوقاته إن شاء الله تعالى. فلعلنا نجعل هذا إن شاء الله في حينه، ولعلنا إن شاء الله تكون في الفصل أو في النصف الأول من هذا العام. نعم، هذا الأخ يقول يعني إن المصلحة قد تستدعي بعض الأمور التي قد تكون ممنوعة، فيقول ما ضابط هذه المصلحة وهل المصلحة تتجدد؟ ضابط المصلحة أن يكون فيها حفظ للدين، أن يكون فيها حفظ للدين، فإذا كان في الأمر حفظ للدين فإنه يجوز أن يفعل هذا الأمر كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم في الحديث عن المبتدعة وفي الحديث في الرجال، فإنهم تحدثوا في ذلك حفظا للدين. ولذلك ذكر الذهبي في السير في معرض كلامه قوله ونقل عن غيره إن لنتحدث في رجال قد يكونون قد حطوا رحالهم
في الجنة ولكنه الدين. فإذا قامت المصلحة الشرعية في حفظ أمور الدين فإنه يجوز أن يتحدث الإنسان في الشخص المعين. على سبيل المثال، لو علمت أن شخصا اغتر بشاب فيه فساد وأنت تعلم الفساد، ورأيت طالب العلم هذا مثلا يسير معه ويماشيه حتى خشيت على دينه، فإنه يجوز لك أن تحدثه، بل قد يتعين عليك إذا لم يوجد غيرك في هذا الشأن أن تحدثه في أمر هذا الشخص المعين وفي فساده لتحفظ دينه، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مثال أضربه في الحياة العادية، فما بالك في غير ذلك، فإنه أولى وأحرى. وأما هل المصلحة تتجدد؟ فنعم، المصلحة تدور مع هذا الأمر، وقد تتحدث في الإنسان مع إنسان وتتحدث مع غيره وتتحدث مع غيره، لأن المصلحة قامت عند ذاك، لكن يجب على الإنسان أن يراقب قلبه وأن يعرف لأي شيء يتكلم، فإذا وجد أن كلامه لخير علمه من قلبه، اطلع الله عز وجل عليه، ولمصلحة شرعية اجتهد فيها فليتكلم. فإذا رأى أن للشيطان مدخلا في قلبه فليصمت، لأن الأمر سينقلب من خير إلى شر عليه، والمؤمن يتقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه نقطة مهمة يا أخوة، يراقب الإنسان قلبه، فإن وجد أنه يتكلم لمصلحة شرعية اجتهد فيها وأنه يريد الخير فليتكلم، فإن وجد أن الشيطان قد دخل في قلبه فليمسك وليصمت وليحل الأمر إلى غيره. والله أعلم. يقول الأخ: تختلف وجهات نظر الناس في تقدير المصلحة، فكيف يكون تقديرها؟ نقول: الأصل في المصلحة كما قلنا في الكلام في الأشخاص عند السؤال هو كما قلنا الحفاظ على الدين. فإذا شككت في المصلحة فارجع إلى أولي الأمر الذين هم أهل العلم، فارجع إلى من تثق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي منهجه من أهل العلم، واعرض عليه الأمر وسر حيث أفتاك، فإن أفتاك بأن الخير أن تتكلم فتكلم، وإن أفتاك أن الخير أن تصمت فلتصمت. ويجب أن يعرف كل إنسان قدره فيسير في هذا المجال بقدره ويقف عند قدره، وعند الاختلاف فإنه ينبغي إعادة الأمر إلى أهله، وهكذا ينبغي أن يكون عند الشباب دائما، إذا اختلفنا في أمر فإنا نعيد الأمر إلى أهله من أولي الأمر حتى نستطيع أن نصل إلى خير، وأن لا يستغل الشيطان هذا الأمر فيوقعنا في أمور نحن نريد أن نهرب منها فنقع فيها. وهذا أيضا أخي يقول: الكلام في أهل البدع في هذا الزمان كثر بسبب كثرة أهل البدع، فيجد الشاب نفسه مضطرا للكلام فيهم، فكيف يفعل؟ نعم، وهل الشاب الملتزم جديدا بالسلفية يحذر من أهل البدع أول مرة، أم يكتفى ببيان العقيدة السلفية له؟ يا إخوة، ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر مثل الأدوية، ما وجد إلا عند وجود المرض، فيوجد عند وجود المرض ويترك عند اندفاع المرض. وأن يعرف الإنسان أن الكلام في هذا من باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر يجب فيه أن يعلم المنكر أن هذا منكر، أن يعلم أن هذا منكر وأن ينكره بغير منكر،
أن يعلم أنه منكر وأن ينكره بغير منكر. فإذا كان الإنسان عالما بالأمر فإنه ينكره ويبينه، وإذا كان غير عالم به فإنه ينقله إلى من يعلمه حتى لا يتسبب في وقوع أمر أشد مما يريد أن ينهى عنه. والشاب الملتزم جديدا بالسلفية وغيره المسلم إذا خشي عليه من أهل البدع فإنه يحذر منه، وإذا لم يخش عليه لا يوجد شيء مثار حوله فإنه ينبغي أن يعلم الأصول، ولا بأس من شيء من الزاد في بيان بعض الأمور، لكن بحذر، بحذر وبمقدار وبقدر، وأن تعرف عقل من تحدثه. جاءني شاب ملتزم قال يا شيخ فلان يقول فلان أشد من اليهود، هذا مسلم كيف يقال أشد من اليهود؟ فهم هذا المسكين أن قول أشد من اليهود أنه يعني أكبر منهم كفرا، وما كان ينبغي أن تقال هذه الكلمة من شاب لشاب مثله. فيعرف الإنسان قدر عقل من يحدثه، وقد تستطيع أن توصل المعلومة لكل شخص بطريقة وكلها تصح، فتعرف قدر من تحدثه. ولذلك الشاب الملتزم حديثا ينبغي أن يتعامل معه بحذر، لا يترك ولا يحدث كما تحدث الشاب الذي قد قامت أصوله وعرف الأمور معرفة جيدة. نعم. يقول ما رأيكم في من يقول إنه لن يسأل الشخص يوم القيامة هل فلان مبتدع أو هل حذرت منه؟ هذا خلل يا إخوة الفهم. يجب أن يعلم أننا لا نتحدث في فلان مثلا لكونه فلانا، وإنما لأن البدعة حدث في الدين والسكوت عن فاعلها ينشرها وتنتشر ويغتر الناس بها. ولذلك لو استتر المبتدع ببدعته ولم نعلم عنه ولم يظهرها بين الناس لم نذهب نتخطى عنه هل هو يفعل بدع أو لا يفعل بدع. ولهذا مثل هذا السؤال لا يقال إلا من شخص ما فقه لما نتحدث. فأنت ستسأل يوم القيامة عن المنكر الذي قدرت على تغييره فلم تغير، ومن ذلك انتشار البدع بأصحابها أو بفعلها من بعض الناس. نعم. نعم نعم. يقول بعض الناس ينعى على أتباع السلف بأنهم في عزلة، والعصر الحديث يقتضي الخلطة ومسايرة العصر الحديث، فهل منهج السلف يدعو إلى العزلة؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. أولا ينبغي على المسلم أن يعلم أن مخالطته للناس والصبر على أذاهم أفضل من اعتزاله، وينبغي أيضا على المسلم أن يعلم أن التقاء الناس بوجه طلق من الصدقات ما لم يقتضي الدين خلاف ذلك. ونحن لا نقول إن أتباع السلف في عزلة، لكن قد أقول إن بعض الشباب
قد يتصرف بعض التصرف الذي لا ينبغي أن يكون من مثله. وأما مسألة موازحهم والحديث معهم كالحديث مع سائر الناس، فالمعروف أن هجر المبتدع عند السلف نوع من الدواء، ويعمل حيث اقتضى المقام ذلك ويترك حيث اقتضى المقام ذلك. فإذا رأيت أن ذهابك إلى هذا الرجل ودعوتك له وحديثك معه سبب لعودته إلى الحق فإنك ها هنا تفعل. وإذا علمت أن هجرك لهذا الرجل وعدم مخالطتك له سبب لعودته عن بدعته فإنك ها هنا تفعل. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون، وهكذا إلى اليوم لا زال مشايخنا من أتباع السلف الصالح الذين هم ولله الحمد والمنة على فقه وبصيرة يفعلون ذلك بالمقدار الشرعي. هنا مسألة الحقيقة الكلام فيها كثير والخلق فيها عظيم، وهي مسألة وسائل الدعوة. يقول يقال إن وسائل الدعوة توقيفية، فكيف يتحقق هذا وإننا نجد وسائل لم يضعها السلف نضعها كالجريدة والمجلة وأنظمة المدارس ونحو ذلك؟ هذه المسألة يا أخوة نسمعها كثيرا ويطنطن بها بعض الناس جهلا وعدم معرفة. أولا ينبغي أن يعلم أن هناك وسيلة وهناك آلة تنقل الوسيلة. الوسيلة مثل المحاضرة، مثل الكلمة، مثل الخطبة، هذه وسيلة توصل إلى المقصود. ثم هناك آلات تنقل هذه الوسائل كالشريط والمكبر، مكبر الصوت، والجريدة والمجلة ونحو هذا. أما الآلات فمتفق على أنها ليست توقيفية، لأنها ليست عبادة، ليست عبادة. قد أتكلم بدون الميكروفون فتسمعون، وقد أتكلم بالميكروفون فتسمعون، فهذا الأمر لا نتعبد الله عز وجل بهذا الميكروفون، لكن نتعبد الله عز وجل بالكلمة التي نلقيها. فالوسيلة وسيلة الدعوة نعم عبادة، فهي توقيفية لأنها عبادة، وإلا كانت عبثا. إذا لم تكن عبادة فهي عبث. فالوسيلة إلى الدعوة وسيلة إلى عبادة، فهي عبادة فهي توقيفية. أما الآلات فهذه أمرها واسع، وقد اتفق على أنها ليست توقيفية، ولذلك يؤذن المؤذن بمكبر الصوت أو بدون مكبر الصوت، لكن ما الوسيلة؟ هي الصوت. الوسيلة الصوت، والمكبر والهواء آلة ناقلة للصوت، والخلط بين الأمرين أدى إلى التشويش حتى على بعض كبار طلبة العلم ممن هم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فنحن إذا فقهنا هذا الأمر انحل عندنا الإشكال. وسيلة الدعوة توقيفية، تكون مثلا محاضرة، كلمة، خطبة، نعم. أما يأتي إنسان يقول من وسائل الدعوة لعب الكرة، نقول لا. يقول من وسائل الدعوة الأناشيد التي تسمى إسلامية، نقول لا، هذه ليست وسائل دعوة ولا يجوز أن تفعل، لأن وسائل الدعوة توقيفية عبادية والعبادة توقيفية. لكن يأتينا إنسان يقول الشريط وسيلة من وسائل الدعوة وأنا أوزع أشرطة تمنعوني، نقول لا نمنعك، لكن لا نسلم لك أنها وسيلة.
وإنما هي آلة لنشر الوسيلة، وهي الكلمة التي ألقيت فسجلت في هذا الشريط، أو الخطبة التي ألقيت فسجلت في هذا الشريط. تلك هي وسيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وأما هذه فهي آلة لنشر تلك الوسيلة. فإذا فقهنا هذا الأمر وعرفنا أن المراحل ثلاثة: غايات وهي العبادات التي جاء بها الشرع وأمر بها كالصلوات وأمور الدين كلها، ووسائل لتحقيق هذه الغايات، ووسائل العبادة عبادة وهذه توقيفية، ثم آلات تنشر بها هذه الوسائل التي جاء بها الشرع وهذه ليست توقيفية، وهي التي يسميها العلماء بالمصالح المرسلة. وأجاب بها الشاطبي على من اعترض عليه في مسألة البدع بمسألة تدوين الدواوين وإنشاء المدارس ونحو ذلك، فبين أن هذا من المصالح المرسلة، أي الأمور التي ليست عبادة في ذاتها، بل قد يدرس الإنسان بنظام المدرسة، قد يدرس في الحلقة، قد يدرس وقد يدرس، فهذه آلات، أما الوسيلة فهي طلب العلم. فإذا فقهنا هذا انحل عندنا الإشكال الذي انقدح في أذهان بعض طلبة العلم، فاضطرب عندهم الأمر كيف يقول بعض العلماء إن وسائل الدعوة توقيفية ومثل ما سمعناه موجود. والله أعلم. في ختام هذا اللقاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيب الشيخ وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوهه وتسود وجوهه، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يثيب الحاضرين. ولقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى ليلة الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى في هذا المسجد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.